مدينة مهجورة مهجرة، لم يبق فيها فأرة أو نملة أو جدول أو شجرة. يعني بصراحة أنا ما كان عندي رغبة أني أترك بلدي، لأنه كنت عم بشتغل، كنت إلى حد ما مبسوط، عندي تقريبا كل شيء بدي إياه إلى حد ما، رغم كل هذا الخوف اللي كنا عايشينه بسوريا. وصلت الأمور لمرحلة تجاوزت فيها المقبول لما بلشوا الاعتقالات، يعتقلوا زملائنا وأصدقائنا والطلاب والعالم والفقراء. اللي عنده رغبة بتغيير وتطوير أسلوب الناس أبداً ما بيروح باتجاه العنف. لذلك وصلت لمرحلة قررت أني أطلع لمدة يعني خلينا نقول شهر شهرين ثلاثة خمسة. كان عندي أمل كتير كبير، كل ما أسمع أو أقرأ أو شوف شو عم يصير ببلدي يتضاءل. فجأة أنت بدك تتخلى عن كل هذا اللي عملته طول هاي السنين وتروح على بلد ما حدا بيعرف عنك شي منه. اسمي جاي عبدو، أهلا وسهلا. هو أول شيء جينا نحن على شمال أمريكا على ولاية اسمها مينيسوتا، باردة كتير. فكانت خطوة كتير جبارة، مو كبيرة، كان جبارة من زوجتي إنه قالت لي خلينا نروح على كاليفورنيا ونجرب هنيك أول. جينا لهون تعذبنا كتير بالبداية وبلشت رحلة البحث عن العمل بأمريكا بلوس أنجلوس.